تحت شعار حملة إفطار صائم، وفي سبيل تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين في شهر الخير شهر رمضان، أقامت جمعية البيادر الخيرية في اللاذقية المطبخ الميداني بهدف تحضير الوجبات اليومية وتوزيعها على الصائمين من أهالي اللاذقية. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، رمضان العبادة والصوم والصلاة. نحن كجمعية البيادر الخيرية قلنا بهالشهر الفضيل شهر الخير والبركة، انه مو بس صوم وصلاة وعبادة، هو تقرب للفقراء وتقرب من الله وتقديم للجرحى والمصابين والمحتاجين. قمنا كمجموعة البيادر الخيرية بأعمال وجبة افطار يومية من بداية شهر رمضان، وان شاء الله هي نهاية شهر رمضان، يوميا وجبة افطار لمجموعة من العائلات الشهداء والجرحى والفقراء واي احد محتاج. هذا اقل شيء نقدم لهم هو، وان شاء الله السنة الجاية بتكون رمضان سوريا كلها وحدة، وكلياتنا بنكون هنا نفطر بحلب نتسحر بالشام، كلها بتكون سوريا وحدة. وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. نحن كجمعية البيادر الخيرية قمنا بحملة افطار صائم، تقريبا قدرنا نوصل ل 380 وجبة عائلية يوميا خلال الشهر. شفنا الناس اللي تأذت بالحرب اللي كانت صعبة على الكل، كانت الأزمة كتير صعبة على طبقة كبيرة من الناس. حاولنا نقدم حسب استطاعتنا كجمعية نحن كوجبات غذائية بالشهر. البسمة اللي كنا نشوفها على وجوه الناس اللي كنا نحن عم نقدم لهم هي اللي عطتنا دعم نحن نشتغل أكثر وأكثر كل يوم لنقدم أكبر عدد نحن بنقدر حسب إمكانياتنا. هلا أنا خلال جمعية وباسم إدارة الجمعية بدي أقدم شكر كبير للناس اللي هي كانت عم تجي لعنا إنه عطتنا فرصة نحن نقدر نقدم شيء خلال هالشهر الفضيل. وبدي أشكر بالذات فريق المتطوعين يلي هن رغم الظروف الصعبة الامتحانات رغم قلة المواصلات خلال وقت الإفطار هن إجوا وأصروا على أنه يقدموا المساعدة لهدول الناس وقت شافوا الفرحة بعيونهم. نحن كملنا بهالشهر نشاطات خيرية مثل باقي الأيام اللي كنا عم نشتغل فيها، إيمانا منا أنه أي عمل تطوعي منقوم فيه لمساعدة الآخرين هو عبادة، فلهيك كملنا خلال شهر رمضان المبارك بإطعام 380 عائلة من ذوي شهداء وجرحى وعائلات مستورة. على مدار شهر رمضان المبارك تم تحضير وتوزيع نحو 400 وجبة يوميا. الحملة تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين ونشر فكر العمل التطوعي والتبرع. من أول شهر رمضان عم بيجي لهون وعم بقول الإفطار للجرحى وللمصابين، ويمكن شو بدي أوصف الناس هذه الموجودة هون اللي قايمين لها الأعمال هذه شكرا لها، وهي هي سوريا وهي هي الشعب الطيب. كل يوم بيوزعونا كل يوم وجبتين وبيستقبلونا والله يوفقكم. نحن من بداية شهر رمضان المبارك بناخذ معونة افطار، الله يوفق الكادر القائم بهالموضوع. نحن من اول شهر رمضان عم ناخذ مساعدات من جمعية البيادر الخيرية، وهي جمعية كتير كويسة، والحمد لله لسه الدنيا بخير وسوريا بخير، وان شاء الله كل عام وانتم بخير وسوريا كلها بخير. رغم كل الظروف التي تمر بها سوريا والتي لم تجد السوريين إلا حبا لبلدهم وعطاء، وفي شهر رمضان المبارك كان لابد أن يكون للأيادي البيضاء لمستها لعلها تداوي قليلا من الجراح وتزرع البسمة على الوجوه. نحن بينا من هالجيل بدنا نخلي البكرة يصير، عنا الحلم المال حدود، عنا الأرض الما بتموت. نحن بقينا من هالجيل بدنا نخلي بكرة يصير، عنا الأرض الما بتموت، عنا الحلم الما له حدود. بدنا نساعد كل الناس بكل حب وكل إحساس، نحن البيادر نحن البيادر لكل الناس. من اللاذقية مازن محمد، الإخبارية السورية.